الخوت السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة احمد بالصوت. اليوم ان شاء الله رسمة جديدة وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله رسمه خونا امين، خونا امين اللي فقد الامل في الرسمة، قال صافي راه ما غاديش يرسمني، تعطل عليا بزاف. ولكن سمح لي حتى تعطلت عليك خويا امين، سمح لي راه غير الوقت صافي. المهم انا رسمتك خويا امين، اخويا قبل عليا وصافي الله يحفظك. ونتمنى تكون عجباتك الرسمه ان شاء الله، وفرجه ممتعه ليك ولكل الناس اللي كيتفرجوا. اول حاجه درنا هي رسمنا الخطوط الخارجيه ديال الرسمه، رسمنا خططنا الرسمه، من بعد بدينا في الشعار العينين، رسمنا كل شيء، رسمنا الودنين والنيف، ومن بعد ان شاء الله غادي نديروا عملية التظليل باش تبان الرسمة اكثر واقعية واكثر جمالية. المهم نتمنى تعجبك، والخوت اللي ما دايرش ابوني تابونا، اللي ما دايرش جيم دير جيم، كومونتير شي ملاحظة، ونخليكم كتفرجوا في الفيديو ان شاء الله. الخوت كما كتشوفوا الفيديو سهل. المهم الى عجبك خلي واحد جيم، خلي لنا كومونتير، شي الى عندك شي ملاحظه شي اقتراح حتى هو خليها في كومونتير. بغيت نرسم شي حاجه، شي رسمه جديده ولا شي حاجه، المهم حتى خليها في لي كومونتير. المهم كل شيء في الكومونتير، وتهلاو.